مواصلين معكم في كابوتشينو، مرحبا من جديد. خلينا نعمل طلع على حالة الطقس تود سويت. وطقس اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024، اللي يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فتدرجين كثيفة سحب بالمرتفعات الغربية. شوفوا أنه البارح اللي كانت هنالك تغيرات في حالة الطقس، ونشرت متابعة للوضع الجوي كانت هبطت البارح العشية من المعهد الوطني للرصد الجوي، يحكيوا على سحب رعدية وهبوب رياح قوية مع أمطار أحيانا تكون كثيفة وكميات ما بين 20 و40 مليمتر مع تساقط البرد في كل من معناها خاصة الولايات تونس الكبرى، الوطن القبلي، زغوان، شمال ولاية سوسة، كما قلنا بين 20 حتى 40 مليمتر وتساقط البرد بأماكن محدودة. بالنسبة إلى الرياح اليوم تكون من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، ثم تتجه إلى قطاع الشرقي بعد الظهر. أما البحر فيكون مضطرب بالشمال ومتموج بالسواحل الشرقية، وتشهد درجات الحرارة انخفاض طفيف وين تتراوح بين 27 و34 درجة بالشمال خلال فترة ما بعد الظهر، وتصل إلى 35 درجة بالجنوب الشرقي. أكيد أنه سنعود على أكثر تفاصيل من الأخبار الوطنية اللي موجودة في الصحف الوطنية، ونأخذ لافونغو أهم العناوين اللي نلقاه في جريدة الصباح صدر اليوم. بعد النتائج الأولية انتخابات الرئاسية انطلاق فترة الطعون، وهذه خارطة التصويت بالداخل والخارج. بالنسبة إلى جريدة الشروق، هبط صورة لرئيس الجمهورية سعيد يؤكد المرور إلى السرعة القصوى لتلبية حاجيات المواطنين. وجريدة الصحافة الصادرة لليوم هبطت صورة أيضا لرئيس الجمهورية في وسط الحشود وبمناسبة إعادة انتخابه فترة رئاسية ثانية رئيس المجلس الليبي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية. وهنيئا رئيس الجمهورية قيس سعيد يفوز بعهدة رئاسية ثانية، ويؤكد على ضرورة استرجاع الدولة لدورها الاجتماعي عن أولويات المرحلة وعن عناوينها. بالنسبة إلى جريدة المغرب هبطت صورة أيضا لرئيس الجمهورية بعد الإعلان عن نتائج انتخابات الرئاسية، ماذا بعد 6 أكتوبر؟ نطق رسمي باسم هيئة الانتخابات، حالة 48 مخالفة على النيابة العمومية وعدم تجاوز المترشحين لسقف الانفاق الانتخابي. هذا وغيره أكيد تلقاوها معنا إن شاء الله بعد شوية. مرحبا بكم الناس الكل.